سنرصد هذا مع مراسلنا من سديروت الذي ينضم إلينا في هذه الأثناء فراس لطفي. ربما هذه التطورات كما ترصدها في الجانب الآخر من غزة، ولكن أيضا كان هناك تقارير قبل قليل تفيد بدوي صفارة الإنذار أيضا في عدد من بلدات غلاف غزة. بالفعل قبل قليل دوت صافرات الإنذار في منطقة نريم وبلدة العين الثالثة، حيث تعرضت لرشقة صاروخية يبدو أنها من النوع القريب المدى أو القصير المدى، وهذه الصافرات لم تدوي اليوم لهذه المرة فقط، ولكن كان هناك رشقات صاروخية عنيفة ومكثفة أطلقت على بلدات غلاف قطاع غزة الإسرائيلية، وأيضا كان هناك رشقة أخرى باتجاه مدينة أسدود وكانت هي الأعنف منذ بداية الحرب، حيث يعني تعرضت لأكثر من 20 صاروخا في يعني وقت واحد، وكان هناك انفجارات عنيفة لم يبلغ عن وقوع إصابات، ولكن هناك آثار لهذه الصواريخ باشتعال الحرائق في مركبات وإصابة منازل وتضرر هذه المنازل بشكل جزئي. لكن فيما يتعلق هنا من خلفي، دعيني أوضح بأن عملية اشتباك وقصف عنيف يتعرض له هذا المكان، هذه بيت حانون التي تتعرض لقصف عنيف ومحاولة توغل إسرائيلية بشكل كبير، حيث تحاول الآليات العسكرية الإسرائيلية منذ يعني ساعات على التوغل في هذه المنطقة، مصحوبة بقصف مدفعي عنيف وقصف من الطيران الحربي الإسرائيلي. بيان عسكري لحركة حماس تحدث بأن قواته تمكنت من الالتفاف خلف القوة العسكرية الإسرائيلية المتوغلة والاشتباك معها باستخدام المضادات للدروع والأسلحة الثقيلة بعد أن خرجوا من فتحة أحد الأنفاق. هذا المشهد هنا يتكرر في أكثر من محور وأكثر من مكان توغل فيه الجيش الإسرائيلي، ولكن يبدو بأن هذه المنطقة إيمان تشكل عقدة في عملية توسيع العملية البرية بالنسبة للجيش الإسرائيلي، خاصة وأنها هذه المنطقة منطقة مكتظة كانت بالمباني والسكان، رغم أن هذه المباني قد تعرضت لتدمير كبير بالقصف الإسرائيلي المستمر منذ 4 أسابيع. لكن بكل الأحوال كان هناك شهادات من أحد الجنود الذي نقله موقع إسرائيلي، تحدث عن أن هناك آلاف الفتحات من التي تؤدي إلى الأنفاق، وهذه الفتحات تمكن المقاتلين الفلسطينيين كما قال من التحرك والتنقل من نقطة إلى أخرى، وقد تمتد هذه التحركات وهذه التنقلات إلى أميال طويلة. وبالتالي يبدو بأن هذه العقدة التي كنا نتحدث عنها في بداية الحرب، ويبدو أن الجيش الإسرائيلي الآن يواجهها ويتكبد خسائر من خلال استخدام هذه الأنفاق التي يستطيع المقاتل الفلسطيني التنقل والتحرك من خلالها من نقطة إلى أخرى، والتستر من كثافة النيران التي يتعرض لها. بكل الأحوال هناك أيضا يعني توجس من الجانب الإسرائيلي حول الأسلحة الهجومية التي يستخدمها الجناح العسكري لحركة حماس، من بينها قذائف الياسين مترادفة الانفجار من نوع 105، والمسيرات التي قال اليوم بيان آخر بأنه تم استخدامها وهي مفخخة وتقوم بعملية إنزال فوق الآليات العسكرية وتفجيرها. عدد القتلى الإسرائيليين كما ذكرتم في سياق الخبر، الجنود الإسرائيليين منذ بداية العملية البرية من قتلوا داخل قطاع غزة 13، هناك حديث عن عشرات الإصابات، وهناك حديث عن إعطاب عدد آخر من الآليات، وهذا المشهد وصفه وزير الدفاع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بالمؤلم، ولكنه هذا هو الثمن الباهظ الذي تحدثوا عنه لإزالة حكم حماس والقضاء على قوتها العسكرية. شكرا جزيلا لك فراس لطفي مراسلنا من سديروت في محيط غزة.